هلا والله بالشباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا شرح جديد من قناة الرحال. اليوم اذا تلاحظون عندنا هذا البلوجيكتر عاطل، المحولة مالته الخاصة بي عاطلة. هذه اذا تلاحظون فتحناها، هذه المحولة الخاصة بي حاولنا نصلحها بكل الامكانيات ما قدرنا، لان اذا تشوفون هذا اكو مادة خاليها المحولة مغطيتها بالكامل، ما قدرنا نفتحها حتى نقدر نستخرج القطع حتى نقدر نصلحها ونشيك العطلات مالتها، ما قدرنا. على العموم هذا شوية البلوجيكتر شوية سعره غالي، صاحب البلوجيكتر معتز بيه، يقول لي ذاك الصلح عليه. فاحنا شنو ايش راح نسوي؟ نجيب مثل هذا المصباح، اذا تلاحظون مثل هذا المصباح، هذا المصباح اللي الدات مالته عاطله منتهيه، ونستخرج منه المحوله الخاصه به. محولته تصير صغيره بس نفس القيمه ونفس القوه. نجي نفتح هذا الغطاء ونستخرج هذه المحوله. اذا تلاحظون هذا حجمها صغير، حجمها صغير، وهذه المحوله حجمها كبير. طبعا نفس القيمه ونفس القوه، وماكو كل تاثير بهيك محوله. يعني احنا مجربيها وجربناها اكثر من بلوجيكتر، وبلوجيكترات عندنا صار 6 شهور مشتغله بمثل هاي المحوله الصغيره. هسه اذا تلاحظون امامكم راح نشتها وراح نشوف. نجي هو هذا البلوجيكتر، هذا البلوجيكتر نجي نربط. الانتباه بس على شيء واحد، عندك الاسلاك الاحمر دائما ويا الاحمر، بس تنتبهون على هاي الفقره. انتبهوا على هالفقرة شوية. بس نجي نربط بهي شو وضعية. نجي بالكاوية نكمل ربطنا، او قبل الكاوية، بس احنا شنو متأكدين من هذا شغلنا، يعني متأكدين، فما حاجة نفحص هسه. من نكمل ربط نجي نفحص. هسه امامكم نكمل شغل ونفحص امامكم، بس خلينا نكمل شغل. نلحم عندنا الاسلاك نكملهم بهالوضعية هذه. نجيب عازل نجيب عازل حرارة مثل هذا، نقطع الزايد شكو شي زايد انقطع. طبعا هذا الشرح احنا قدمنا لكم اياه على مود السرعة شوية، ما اريد نطول وياكم الفيديو، ما اريد يصير طويل شوية ويصير ممل. المهم الفكرة هي والشغل المضبوط. طبعا هذا احنا اللي طالبين من عندكم انه تدعمونا بلايك للفيديو. هسه نضرب حرارة بهالطريقة، هذا بالهيت جان، طلع الهيت جان، طلعنا الهيت جان. هسه نضرب حرارة حتى يرجع يكبس.
إذا عندكم من هذا العازل أيضا هم نخليه حتى للأمان يعني. هذا عازل قماش هذا نخليه من هذا العازل، هذا القماش نخليه فوق ذاك الحراري حتى يصير اثنين عندنا عازل ما يتأثر بهالطريقة هذه. إذا تلاحظون خليه كله للأمان طبعا خلينا عوازل قوية. هسه نجي نشغل البلوجيكتر، إذا تلاحظون هسه نشغل البلوجيكتر ونتأكد من شغله مضبوط. هسه أمامكم نجيب كيبل كهرباء، هذا كيبل الكهرباء نجي نربط على الأسلاك هالطريقة هذا. وين ما نربط هو صحيح، شلون ما نربط صحيح، هاي شلون ما نربط يجي مضبوط عندنا. نجي نشغل المصباح على السيريز طبعا على المصابيح، على السيريز المصابيح نجي نربط. شوفوا اذا هسه شنو شغلنا، شغلنا مضبوط. اذا هاي المحولة هسه شغالة، اذا تلاحظون هذا المصباح امامكم على السيريز. هسه نشغله على الوطني الكهرباء على 220 نشغله. هسه نشغل على 220 ونشوف. هاي شغلنا على 220 والحمد لله والشكر الجهاز شغال وما بيه كل مشكله. وهذا كان شرحنا لهذا اليوم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.